وهنفكركم بنص المادة السادسة من عقد الشركة. المادة السادسة: تتألف لجنة النادي من الموقعين على هذا العقد، وتبقى لها هذه السلطة مدة 3 سنوات الأولى تبتدئ من يوم افتتاحه. ولما نعرف أن النادي تم افتتاحه في 26 فبراير سنة 1909 تبقى أول جمعية عمومية للنادي هتنعقد بعد 26 فبراير 1912. والحقيقة أنه فعلاً لم يثبت أن سعد باشا زغلول رأس الجمعية العمومية للنادي الأهلي في أي وقت، ولم تثبت وثائق وصحف الفترة دي هذا الأمر. وبكده يكون أول رئيس للجمعية العمومية للنادي الأهلي أحمد حشمت باشا وزير المعارف، الذي تولى المنصب بعد سعد زغلول في الفترة من 23 فبراير 1910 وحتى 5 إبريل 1914. وعايز أقول إننا كأهلوية نفتخر بأي زعيم وطني ونفخر بانتسابه للأهل، لكن المصداقية والتاريخ بيحتموا علينا إننا نذكر الحقيقة مجردة. وتعالوا دلوقتي ننتقل إلى محضر جلسة أول ديسمبر 1907. اجتمعت اللجنة الإدارية للنادي الأهلي للألعاب الرياضية الساعة 10 أفرانكي من صباح يوم الأحد أول ديسمبر سنة 1907 بغرفة جناب الرئيس المستر ميتشل إنس تحت رئاسته وبعضوية صاحب العطوفة إدريس راغب بيك وسعادة عزيز عزت باشا وبحضور حضرة محمد أفندي شريف سكرتير، وتناقشت في مشروع القانون المحضر بمعرفة عزت له عمر لطفي بيك مأخوذا عن قانون النادي الخديوي للألعاب الرياضية بالجزيرة، وأجلت البت فيه إلى جلسة آتية. وكلفت حضرة السكرتير أن يطبع منه صورا بقدر عدد الأعضاء وأن يرسل صورة منه إلى سعادة ناظر المعارف، وأن يقابل السكرتير الميسيو سبانيولي والاتفاق معه عن المدة اللازمة لعمل التنس وكيفية الدفع، وقررت اعتماد العطاء المقدم منه. وكلفت السكرتير بتعيين جنينيا بما هي قدرها جنيهان مصريان في الشهر من أول ديسمبر 1907، ومساعدا له بما هي شهرية قدرها 150 قرشا صاغا على الأكثر، يعني ممكن يكون أقل من كده كمان. وقررت وضع المواسير اللازمة لري أرض النادي، وقررت ألا ينشر في الجرائد شيء قبل المصادقة على القانون. ثم اقترح عطوفة إدريس راغب بيك أن توزع الحصص الباقية على المساهمين بنسبة حصص كل واحد، وقررت تأجيل النظر في هذا الاقتراح إلى جلسة أخرى. وكلفت السكرتير أن يعلن الأعضاء للحضور في اليوم الذي يعينه جناب الرئيس لانعقاد اللجنة بثلاثة أيام على الأقل. وانفضت الجلسة في الساعة 11 صباحا. أهم حاجة هنا بتلفت انتباهنا في محضر الجلسة إن مشروع القانون اللي حضره عمر لطفي بيك اتخذ عن قانون النادي الخديوي للألعاب الرياضية بالجزيرة اللي هو نادي الجزيرة حاليا. احنا في الوقت ده في مصر ما كانش عندنا خبرات إدارة الأندية ومشاكل أعضاء، يعني قانون أو لائحة إدارة الأندية ما نعرفش عنها أي حاجة. يبقى مش عيب أبدا إننا نتعلم وننقل الخبرات الأجنبية لأنديتنا، وده يورينا إزاي الناس دي كانت بتشتغل. الكلام ده يعني وباختصار إن العمل المؤسسي مستمر، وإن اللجنة العليا بتجهز كل ما يخص النادي إداريا وماليا عشان يبقى جاهز يوم افتتاحه. الحاجة التانية إن اللجنة العليا بدأت إنشاء الملاعب ومنها التنس. الحاجة الثالثة تعيين جنايني ومساعد لي مع تركيب مواسير الري
وده طبعا لحدائق النادي. لكن في نقطة مهمة جدا، وهي اقتراح إدريس راغب بك أن توزع الحصص الباقية على المساهمين بنسبة حصص كل واحد. الاقتراح اللي اللجنة العليا قررت تأجيل النظر فيه لجلسة أخرى. الاقتراح ده كان سببه إن اللجنة العليا ما قدرتش تبيع كل الحصص أو الأسهم، والنادي محتاج فلوس والمقاولين بيشتغلوا. فكان اقتراح إدريس راغب بيك إن الأسهم غير المباعة توزع على المساهمين الحاليين بنسبة كل مساهم. يعني مثلا أنا واخد 10 أسهم وفلان واخد 30 سهم، وفي عندنا 4 أسهم ما تباعوش، يعني أنا أخد سهم وفلان أو فلانة ياخد 3 بنسبة حصص كل واحد. وزي ما قلنا اتأجل مناقشته لجلسة أخرى. نفهم من اقتراح إدريس راغب بيك إن النادي بيمر بأزمة مالية. يا ترى الأزمة دي انتهت ولا استمرت؟ ده اللي احنا هنعرفه لو ربنا ادانا واداكم العمر في الحلقات القادمة إن شاء الله.